أنهى المصري محمد صلاح نجم ليفربول عقدة عام 2023 في الدوري الإنجليزي الممتاز ليدخل تاريخ المسابقة من أوسع الأبواب. ففي الدقيقة 37 من عمر مباراة ليفربول وإيفرتون سجل محمد صلاح أول أهداف ليفربول مستغلا هجمة مرتدة نموذجية وخروج خاطئ من جوردان بيكفورد حارس إيفرتون، وبات هذا الهدف هو الأول الذي يسجله محمد صلاح في الدوري الإنجليزي في عام 2023 بعد صيام استمر لنحو 49 يوما خلال 5 مباريات. وحسب ما ذكرت شبكة أوباتا للإحصائيات فإن محمد صلاح أصبح اللاعب رقم 13 في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يشارك في 100 هدف بملعب واحد، وهو إنفليد معقل ليفربول بواقع 71 هدفا و29 تمريرة حاسمة خلال 104 مباراة فقط، ليصبح ثالث أسرع لاعب تحقيقا لذلك بعد تيري هنري وألان شيرر.